السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناة كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم رغيفات او مسمن مقلي كيجي زوين بزاف، فيه الفينو اكثر من الدقيق البيض. هنا كما غادي تشوفوا هنا عندي ثلاثة ديال الكيسان ديال العنبه، غادي نعمرهم بالفينو يعني الدقيق والقمح الصلب او السميد الناعم كما كيسميو بعض الاخوات. هنا عندي كاس العنبه فقط ديال الدقيق الابيض، يعني هو غادي نديروه بالحرش اكثر من الدقيق الابيض. عندي واحد شويه السكر، يعني غير راس معلقه سكر سنيده. عندي راس معلقه خميره الحلوى تقريبا واحد 2 غرام، وعندي نص معلقه صغيره ديال الملح. بالنسبه للماء انا نوريكم شحال عاده تندير في هذه القياس، جوج كيسان العنبه. انا غادي نشوف دابا كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق، ضروري ملي كنبدلوا الدقيق كتبدل حتى الكميه السوائل. بالنسبه للماء راه غنستعمل ماء عادي، يعني ماشي بارد من الثلاجه وماشي سخون، غير الماء العادي اللي كيكون في الروبيني. غادي ندير دابا الكاس الاول ونشوف شحال غادي يكفيني. هنا غنضيف الكاس الثاني، من الكاس الثاني يعني مازال ما غاديش نضيفه كله حتى نشوف. صافي البنات، بالنسبه للقياس ديال الماء درت كاس ديال العنبه، والكاس الثاني جاني فيه كاس الارض، كاس الارض يعني جوج كيسان قل ربع ديال الماء. الماء كما قلتلكم ومعي لكم ميزانكم كتبقى على حسب النوعيه. دابا غادي ندلك مزيان هاد العجين حتى كترخف معايا، ضروري العجينه تدلكوها لان الفينو ضروري خصو يتدلك باش ملي تكونوا كتورقوا ما يتقطع لكمش العجين ديالكم. انا غادي ندلكها ونرجع معاكم. صافي البنات، هنا من بعد ما دلكتها كما شفتوا هي العجين كيجي بهذا الشكل هذا. دابا غادي نديرها في هذا البول وغادي نغطيها بالفيلم اليمونتير ونخليها ترتاح. قد ما ارتاحت غادي تنفعنا باش تعطينا الطوع مزيان وكنسرحوها. منين غادي ترتاح غادي نديرها كويرات صغيورين ونرجع معكم. بنات من بعد ما ارتحت في الاول كنكوروها هكا كويرات، لان غادي ندير وحده في قلب وحده، ما يكونوش كويرات كبار غير هكا متوسطين، وكدهنوا بشويه ديال الزيت وكتخليهم واحد 10 دقائق وتبداو تورقوا وحده بوحده. صافي البنات، كدهنوا يدكم شويه الزيت، راه ما كنديرش الزبده، كتبداو تورقوا. صافي من بعد ما ورقتها غادي نديرها على شكل مسمنه. صافي البنات، دابا نحطها على جنب ونورق الثانيه باش نديرها في وسط منها. غادي نحط هذه في قلب الاخرى وكنديرها على شكل رغيفه. بهذا الشكل هذا بنفس الطريقه غنمشي معاهم كاملين، كندير وحده في قلب وحده باش حتى فاش كيجيو مقليين كيجيو مرقين من الداخل وما يجوش شاربين هكا الزيت. صافي البنات، من بعد ما كتطويهم دابا غادي نبدا نطلق وحده بوحده، وضروري غادي ديروا الزيت تسخن لكم، ما تكونش الزيت كثيره، غديروا واحد المقله وديروا فيها شويه ديال الزيت يسخن، وتنقصوا شي شويه العافيه، فاش يسخن الزيت كتنقصوا شويه العافيه.
صافي غادي نطلقها، ولكن ماشي رقيقه، يعني ماشي بحال فاش كنديروا المسمن، فغنخليوها شي شويه غليظه صافي. وغادي نوضعها في الزيت، وكتوجدوا واحد الشبكه اللي غادي توضعوها باش يتسقطرو، غتوقفوه باش كيتسقطرو من داك البقايا ديال الزيت. هانتوما شفتو راه كيتنفخو. صافي وكتقلبوها، هانتوما شفتو راه كتجي خاوي وكيتنفخو المكونات كما شفتو. مكنضيف لا بيض ولا زبدة ولا والو، هادو يعني بالعجينة ديال المسمن عاديين، وكيجيو زوينين هكا صافي. غنتسنى عليهم يطيبوا ليا من التحت، وكنطلق الثانية صافي. كنطلق الثانية وكنوضعها في الزيت. هانتوما شفتو كي كتبدا تنفخ، ملي كيبدا يدخلها الزيت راه كتنفخ. دابا غادي نقلبها. فوالا البنات، كان هذا هو الشكل النهائي ديال الرغيفات ديالنا، كيجيو بهذا الشكل. رشيتهم شويه ديال العسل الحر. المهم بالنسبه للزيت تقدروا تدهنوهم مزيان بالعسل وترشوهم شي لوز ولا شي حاجه الا بغيتو، وما انا فضلت غير نرشهم غير شويه ما يجيوليش حلوين بزاف. غادي نقسم معكم شي حب، غنقسم معكم البنات. هانتوما راه كتجي ناشفه من الداخل ومورقه، كنتمنى ان شاء الله تجربوها لان ما كتجيش شاربه الزيت، وكيجي المذاق ديالهم زوين. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديده، والسلام عليكم.